السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل متابعين نستبع فيها كل تحية إليكم أينما كنتم. اليوم جبتكم يا أخوان المصنع، مصنع الفحم يا أخوان. أندونيسيا مشهورة بالفحم، فحم جوز الهند، فحبيت نعمل جولة هنا في المصنع، كيف يعني تتم يعني صناعة هذا الفحم وكل الآلات المتوفرة والبضاعة وكل أمور. بالطبع هذا الفيديو يعني يهم الأخوة المهتمين بالتجارة، الاستيراد والتصدير في هذه المنتجات، فخليكم معنا نشوف إن شاء الله الفحم الموجود. هذا هو المصنع، إن شاء الله هذا فحم أعتقد للشيشة يا إخوان، مستخدم للشيشة بريكات. هذا من مستخرج من جوز الهند، فحم الشيشة هذا كذلك. فحم المكعب، فحم المكعب يا اخوان، وهذه هي بعض الآلات، هكذا يعني يكون طريقة التحضير والتجهيز بهذه الطريقة. كذلك توجد هذه الآلة، هكذا يكون الفحم يا اخوان. هذا يستخدم عبارة عن عجين يا اخوان، اوكي. للاخوة المهتمين بهذا المجال تقدروا تواصلوا معي عن طريق الواتساب، رقمي مكتوب في القناة. هذا هو المصنع، يعني صورة حية من عين يعني من المكان، من داخل المصنع بالتحديد. فلمزيد من الاستفسارات والتواصل معي حول هذا الموضوع تفضلوا تواصلوا معي إن شاء الله.
اوكي يا اخوان، كان عجبكم الفيديو تعطونا لايك، اشتركوا في القناة ان شاء الله، قابلوا في فيديوهات جديدة. السلام عليكم ورحمة الله.